المخططون لمدن المستقبل يركزون على تأهيل مداخلها كونها الواجهة التي تعطي الانطباع العام حول هذه المدن، فتكون بذلك عامل جذب مهم، وقد تكون عكس ذلك صورة سلبية عن الجمالية. مدخل مدينة زاي على مستوى شارع الطريق الوطنية رقم 2 لا يشكل عامل جذب لهذه الحاضرة، حيث لم يستفد من عملية التأهيل التي تضفي عليه نضارة وبهاء. قبالة مجموعة من المقاهي المنتصبة على طول الطريق الرئيسية توجد حديقة إن صحت تسميتها كذلك، لم تزد المكان إلا تشوها بأشجار من نوع الصفصاف تغرس عادة بالمناطق الصحراوية لمحاربة التصحر. ساكنة حي الأمل وحي بكرين لم يروا في هذه الحديقة إلا مكانا لتجمع الكلاب الضالة، ما دفعهم للمطالبة بإزالة شجر الصفصاف وتشييد حديقة عصرية تساهم في جمالية المكان وتعطي رونقا أخاذا لمدخل المدينة.